بعالجها وبقاومها وان شاء الله هيحصل لانه بقى في تقدم في العلاج. بس انا هبقى فرحان اكتر مش بس لما انا فهمت ان ده مرض 10 مليون او 12 مليون مصري، وانا نفسي قعدت 3 سنين ما كانش عندي الامكانيات ان انا اقدر ان انا اتعالج. فدلوقتي الحمد لله عندي الامكانيات، بس ده مش معناه ان انا هنسى ان انا الايام اللي انا قضيتها في الاحتياج اللي ده. فانا بتمنى زي ما اتمنى ليا اتمنى لكل مصري ان هو يحب، وده اللي هيبان لان لو احنا عندنا بقى الدوله بقى تتحمل، الدوله تيجي على الاغنياء تيجي على بعضها تتصرف، لانه اي مصر يصيب بفيروس بالتحديد هو جزء اساسي ضلع فيه الدوله. ولو هم هيفتحوا في الموضوع ده نجيب لهم بقى بالوثائق ايه اللي نشر فيروس في الفتره اللي كانوا هم بيتولوا فيها محاوله علاج البلهارسيا. خلط الامور ببعض، الجينو تايب نفسه اسمه بتاع الجينو تايب يعني الفيروس اللي في مصر اللي هو النوع المصري، في اربعه في العالم كله، كل واحد فيهم واخد اقليم، يعني الفيروس في اسيا والتاني في ابدا واحد مصر بس، فده معناه انه تم تحويره علشان دخل معنا. فمش عايز افتكه، فهم يحطوا الاغنياء يدفعوا مش قادرين، لانه دي حاجه المفروض ان يبقى فيها مسؤوليه اجتماعيه. انا عن نفسي الحمد لله تمام وهعالج نفسي، هم بس يعالجوا الناس. ما عنديش لسه، مع كل سنة وانتم طيبين، واتمنى يكون عام سعيد على الجميع. انا بس محضر مسلسل رمضان مع الاستاذ محمد الفنان والاستاذ اسمه المفاجاه، يعني الزهرو. عندي مفاجاه تانية تلفزيونيه بس مش هقولها.